إسرائيل انتبهي، فهذا البحر سيكون نقمة عليك لا نعمة. وإذا كنت تصولين وتجولين في لبنان وفلسطين وسوريا، فلا تنسي أن تحمي ظهرك من هنا، فحقول الغاز المزروعة في المتوسط ربما ستكتب نهايتك. هكذا يقول لسان حال كل من تعاديهم إسرائيل. فهنا في الأعماق الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط تتشكل ملامح صراع جديد مختلف تماما عن الصراع الدائري حاليا، صراع يمكن أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة ويعيد رسم خرائط النفوذ والهيمنة، صراع يتراوح بين آبار الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا والمنصات العائمة لاستخراج الغاز المسال، لكنها ليست منصات إسرائيلية فقط، وليست إسرائيل وحدها المهددة هنا. تركيا، مصر، قبرص، روسيا، إيران، دول تتصارع هنا لتقسم الثروة أو لتضرب العمق الاقتصادي لبعضها البعض. فما هي تفاصيل هذا الصراع الذي لا ولن يتوقف عند حدود المنافسة الاقتصادية، بل يتعداها إلى تهديدات أمنية قد تصل حد حرب عالمية شاملة؟ لنتابع معا تفاصيل هذه المنصات والأبار التي تهدد العالم كله، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. قنابل موزعة تحت مياه المتوسط. اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي شهدها شرق البحر الأبيض المتوسط، حتى باتت حقول الغاز الغنية ممتدة من السواحل المصرية إلى السواحل السورية مرورا بفلسطين ولبنان وقبرص. من أهم هذه الحقول حقل ليفياثان الذي يقع قبالة السواحل الفلسطينية. يعد ليفياثان من أكبر الحقول المكتشفة حديثا، حيث يقدر احتياطي الغاز فيه بمليارات الأمتار المكعبة، ويعتبر هذا الحقل مصدرا رئيسا للاقتصاد الإسرائيلي. أيضا حقل تمار الذي تم اكتشافه عام 2009 ويقع أيضا قبالة السواحل الفلسطينية، ويحتوي على احتياطيات ضخمة من الغاز تسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. حقل ظهر أيضا يقع في المتوسط، ويعد أكبر حقل غاز في مصر، إذ يقع في المياه الاقتصادية المصرية ويحتوي على كميات هائلة من الغاز تكفي لتلبية احتياجيات مصر لسنوات طويلة. وإلى حقل أفروديت الذي يقع قبالة السواحل القبرصية، ويشكل هذا الحقل نقلة نوعية لقبرص التي تسعى لأن تصبح محوراً إقليمياً للطاقة في الشرق الأوسط. تعد الحقول السابقة إضافة إلى حقول أخرى حقل الأساس لصراع النفوذ والسيطرة بين دول المنطقة والعالم، تتنافس للسيطرة عليها كل من إسرائيل وتركيا ومصر وقبرص وسوريا وأمريكا واليونان وحتى إيران. لكن حتى تستطيع الدول السيطرة على غاز تلك الحقول والآبار، تحتاج إلى منصات الغاز المسال التي تعتبر وسيلة حيوية لتسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق العالمية، حيث تمثل منصات الغاز المسال البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز الطبيعي وتصديره إلى الأسواق البعيدة. ففي ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، أصبحت هذه المنصات وسيلة رئيسية لتحقيق الأرباح وتعزيز العلاقات الاقتصادية، ولكل دولة حصتها من هذه المنصات التي تستثمر فيها بكثافة لتأمين استخراج الغاز وضخه إلى الأسواق العالمية. إسرائيل تحديدا تعتمد بشكل كبير على منصات الغاز البحرية لتسييل ونقل الغاز إلى أوروبا، حيث تسعى لتصبح مصدرا رئيسا للغاز إلى السوق الأوروبية، مما يقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي ويفتح بابا جديدا للشراكات الاقتصادية والسياسية. أما مصر فقد أنشأت عدة منصات للغاز المسال، وتمتلك مصانع متقدمة لتسييل الغاز وتصديره لتصبح واحدة من أهم الموردين لأوروبا، خصوصا في ظل الصراع الروسي الأوكراني الذي أوجد طلبا جديدا على الغاز البديل. وبذكر الصراع، فإن اكتشافات الغاز في المتوسط أشعلت صراعات كبيرة في منطقة البحر المتوسط، وقد تصاعدت حدة النزاعات بين الدول المجاورة، إذ يأتي الصراع بين تركيا واليونان في مقدمة هذه النزاعات، حيث يشتعل الخلاف حول حقوق التنقيب وتقسيم المناطق الاقتصادية الخالصة
بينما تتوسط قبرص النزاع بين تركيا واليونان، إذ تطالب كل منهما بحصتها من الغاز في منطقة تعد نقطة التقاء للعديد من المصالح المتشابكة، بينما تسعى إسرائيل بدورها إلى الحفاظ على سيطرتها على حقولها الغازية، وتعتبر هذه الحقول من الركائز الأساسية لاستقرارها الاقتصادي. وأمام التوترات المتزايدة، فإن احتمال نشوب نزاعات مسلحة ولو محدودة يبقى قائماً. يضاف إلى ذلك أن لبنان يعاني هو الآخر من نزاع مع إسرائيل حول حقوق الغاز البحرية، حيث تدعي إسرائيل حقها في جزء من الحقول المشتركة، مما يجعل الوضع في البحر المتوسط مرشحاً للتوتر الدائم. وعام 2022 نجح كل من لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، الأمر الذي فتح الباب أمام الدولة العربية لجذب شركات النفط العالمية، وذلك للبحث في مناطق الامتياز التابعة لها، حيث يعمل لبنان في العثور على الغاز بالمياه الإقليمية التابعة له، وذلك لوقوعها في المنطقة التي يوجد بها حقل ظهر المصري وتمار وليفيثان الإسرائيليان. في منتصف أكتوبر 2023 انتهت منصة الحفر ترانس أوشن من حفر حقل جانا الواقع في المربع دون التوصل إلى أي مواد هيدروكربونية. صراع لا محدود نتائجه كارثية. الصراع على الغاز في المتوسط يتجاوز الحدود الإقليمية ليتصل بمصالح دولية، وتعتبر أمريكا وروسيا من المعنيين فيه أيضاً، حيث تسعى كل منهما لدعم حلفائهما في المنطقة، مما يضيف طابعاً دولياً للصراع قد يؤدي إلى تأجيجه. ومع تصاعد النزاعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تزايدت المخاوف من أن تصبح منصات الغاز هدفاً عسكرياً خلال أي نزاع محتمل. فمنصات الغاز المسال تعد هدفاً مغرياً لأي جهة تسعى لإلحاق الأذى الاقتصادي بدولة أخرى، خاصة إسرائيل، التي إذا ما تعرضت منصات الغاز التابعة لها لهجمات من قبل إيران أو التنظيمات التابعة لها مثلاً، وهو تهديد أطلقه هؤلاء وليس ببعيد عن التنفيذ، فإن ذلك سيشل المنظومة الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية، وسيتسبب بانهيار كبير في الاقتصاد الإسرائيلي ومكانتها كمورد رئيسي للغاز. فالهجمات المحتملة والتي قد تكون بالصواريخ أو من خلال الطائرات المسيرة أو حتى عبر الغواصات التي تستهدف هذه المنصات بشكل مباشر، فإن تأثيرها لن يهدد البنية التحتية الإسرائيلية فقط، بل يمكن أن يتسبب في تلوث بيئي هائل، مما يعقد الوضع الأمني والبيئي بشكل كبير. فإسرائيل تعتمد على الغاز المكتشف حديثاً ليس فقط لتلبية احتياجاتها الداخلية، لكن أيضاً لتصديره، مما يجعل منصات الغاز رمزاً لاستقلالها الاقتصادي عن الدول المجاورة ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة. وضرب منصات الغاز يمكن أن يضعف موقف إسرائيل السياسي أيضاً، حيث أنها تعتبر من أكبر مورد الغاز للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تعطيل إنتاجها للغاز سيؤثر على موقعه الاستراتيجي في المنطقة، كما أن الضربة لأي من هذه المنصات قد تؤدي إلى تزايد التوترات الإقليمية وتخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث يمكن أن تستغل القوى الأخرى في المنطقة هذا الوضع لصالحها. صراع الغاز في البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد منافسة اقتصادية، بل يمثل تداخلاً عميقاً للمصالح الجيوسياسية بين دول المنطقة، فكل دولة تسعى لضمان حصتها من الثروة الغازية التي يمكن أن تعزز مكانتها الإقليمية والدولية، لكن في الوقت نفسه قد تصبح هذه الثروة مصدراً للاضطرابات والصراعات. فتهديد منصات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، خاصة تلك التابعة لإسرائيل، يمكن أن يعيد تشكيل معادلة القوة في المنطقة ويؤثر على استقرارها لعقود قادمة. فالبحر الأبيض المتوسط رغم غناه بالثروات، إلا أنه يطفو على بحر من الأزمات والمواجهات المحتملة، حيث تختلط فيه المصالح الاقتصادية بالأطماع السياسية. وفي ظل التوترات المستمرة، فإن خيار الحرب سيبقى قائما دائما، وقد تكون منصات الغاز هي الفتيل الذي يشعل حرباً لن تخمد بسهولة، مما يجعل الصراع على الغاز أكثر من مجرد صراع على موارد، بل معركة هوجاء هدفها الاستحواذ على النفوذ وبسط السيادة ف
في قلب الشرق الأوسط.